والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر وشكرا فطيمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وخلال الاجتماع أكد مدبولي على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني. وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اتفاقيتي التعاون في مجال التنمية المجتمعية، وتنص الاتفاقية الأولى وتتعلق بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية تتعلق بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكي ومستدام في أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة. عقب التوقيع أكد الملا على أن كل من الاتفاقيتين والعقدين يأتيان في إطار المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول نحو أهالي المحافظتين، وانطلاقا من دور الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن. إلى أسواق البترول العالمية، وفيها ارتفعت أسعار النفط اليوم الرابع على التوالي مع تزايد وشح المخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعاصفة شتوية. هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% لتصل إلى 82 دولار و94 سنتا للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجلت أعلى مستوى لها منذ الخامس من ديسمبر بنسبة 1% لتصل إلى 79 دولار و10 سنتات للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.14 دولارات للتر، وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل 5.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم، إذ طغى القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي على إثر ارتفاع أسعار النفط العالمي. هذا وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6% متأثرا بهبوط بنسبة 2% في سهم مصرف الراجحي، وتراجع سهم رتال التطوير العمراني 0.5%، بينما تكبد المؤشر الخسائر للأسبوع الثامن بنسبة 0.7% في 9 أسابيع. من ناحية أخرى، أنهى سهم عملاق النفط أرامكو السعودية التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.3%، وفي أبو ظبي انخفض المؤشر ب0.3%، ومع هذا فقد حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر. أما في دبي فتراجع المؤشر الرئيسي ب0.5% متأثرا بهبوط 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني. زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الماضي زيادة بسيطة بأقل من المتوقع. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 2000 طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، الذي بلغ 216,000 في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الفرص لسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية، بينما تعافى الاقتصاد بشكل أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.
انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال مشاهدين الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرة السادسة من جديد مع فاطمة وسحر. شكرا مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية.